الثانية صباحا منتصف الليل بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة من شاشة أكسترا نيوز، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها مع موريتانيا وأهمية العمل على مواصلة تطويرها على مختلف الأصعدة. وخلال استقباله وزير الدفاع الوطني بموريتانيا، شدد الرئيس السيسي على حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع موريتانيا، وخاصة في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات. قال أيضا المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الوزير الموريتاني سلم رسالة خطية إلى الرئيس السيسي من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، تضمنت تأكيد حرص موريتانيا على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين وتعزيزها. يزور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة السنغالية دكار على رأس وفد رسمي يضم عددا من الوزراء وممثلي كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية، وذلك للمشاركة نيابة عن الرئيس السيسي في الدورة الثانية لقمة تمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا والتي تستضيفها السنغال. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة مصر نيابة عن الرئيس السيسي، كما سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة التي سيشارك فيها عددا من رؤساء الدول والحكومات. وأكد أيضا مجلس الوزراء أن القمة تركز بشكل أساسي على سبل تنمية وتطوير البنية التحتية في القارة الإفريقية، وهو ما يتوافق مع توجهات وسياسات الدولة المصرية الحريصة على تعزيز جهود التنمية في القارة السمراء. قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس خلال العام الجاري. وبهذا القرار ترفع أسعار الفائدة الرئيسية لليلة الواحدة إلى 4.75%. وتعهد الفيدرالي الأمريكي باستمرار رفع أسعار الفائدة في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم، الذي أكد أنه رغم تراجعه لأنه لا يزال مرتفعاً في الولايات المتحدة. شارك ما يصل إلى نصف مليون بريطاني من المعلمين وموظفي القطاع العام وسائقي القطارات في أكبر إضراب منسق منذ عقد للمطالبة بتحسين الأوضاع المالية وزيادة الأجور أيضاً. وتهدد اتحادات العمال بمزيد من تعطيل الأعمال على نطاق واسع مع إصرار الحكومة على رفض المطالبات بزيادة الأجور. وتسبب الإضراب الجماعي على مستوى البلاد في إغلاق المدارس وتوقف معظم خدمات القطارات. من المقرر أيضا أن يعلن ممرضون ومسعفون وموظفو صالات الطوارئ وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية مزيدا من الاضطرابات الأسبوع القادم. وصف الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي الوضع العسكري في شرقي البلاد بأنه أصبح أكثر صعوبة، وفي خطابه المسائي قال إنه منذ فبراير العام الماضي وحتى فبراير الجاري أثبتت القوات الأوكرانية قدرتها على الصمود في مواجهة العملية العسكرية الروسية. ودعا الرئيس الأوكراني الجميع إلى إظهار الوحدة والحفاظ على المصلحة الوطنية للبلاد. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن المعارك العنيفة مستمرة في شرقي البلاد في مواجهة القوات الروسية التي تحاول التقدم باتجاه مدينة ليمان. وأعلنت الدفاع الأوكرانية أن الجيش الروسي ينفذ طلعات جوية للاستطلاع فيما يبدو أنه استعدادا للهجوم على جبهات متعددة. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية شنت هجومين صاروخيين وغارتين جويتين و24 هجوما من طراز مالرز على البنية التحتية في مدينتين في منطقة دوناتسك. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة منع القوات الأوكرانية من قصف المناطق الحدودية، مشيرة إلى أنها مهمة وزارة الدفاع الروسية. كما أعلن بوتين أنه من الضروري إصلاح وتعويض الخسائر الناجمة عن قصف أوكرانيا للممتلكات في المناطق الحدودية.
ختام موجز الثانية لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. ألقاكم بموجز جديد على رأس الساعة بمشيئة الله. أنا رغدة بكر، إلى اللقاء.